السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. هاد لا فيديو سبيسيال بزاف. سقسيت المغاربه وقلت لهم نعطيكم 1000 دولار بشرط انك تحرق العالم الجزائري. شوفوا ردة الفعل تاعهم كيفاش كانت وتابعوا معايا الفيديو. السلام عليكم. السلام اخويا، وصحة فطورك خويا. علينا وعليك الخير. خويا نسقسيك واحد السؤال، معليش مرحبا. جاوبني بالصراحة. مرحبا. الحمد لله. مرحبا. شوف، نعطيك الدرابو هذا ونعطيك 1000 دولار وكان تحرق. الدرابو هذا؟ نعطيك هذا الدرابو، نعطيك 1000 دولار لو كان تحرقه. نحرق هذا العالم؟ نعطيك 1000 دولار. وليش غنحرقو؟ انا قلت لك وكان تحرقه نعطيك 1000 دولار. ايوا انا غنسولك هذا السؤال، نعطيك العالم ديال المغرب ونقول لك حرقو، نعطيك 200 دولار. لا جاوبني انت، نجاوبك. لا ما نحرق صراحة. علاش؟ السبب؟ لا، حيت الجزائر حنا في طور اننا نكسبو خوتنا وجيراننا، فهمتي؟ ماشي اننا باش نقولو نديرو العداوة بيناتنا، يس. فهمتي؟ سمحنا خاوة خاوة. الله يودي الخاوة ديالي. وها ها ولي كسبر هي كيما ها، وضربو تاع المغرب عندي، هاني كون هاني ها عندي. مرحبا. الله هو يسلمك. حرقو نتايا ديك الساعة الغايتي. لا مستحيل خويا. وكان والله شوف حشومة تقول لك. شوف، لو كان ما كانش عزيز عليا ما نخليهش عندي. راه كاينين خوتنا الجزائر عالقين هنا في المغرب كاين مكبرين بهم، والحمد لله الحمد فوقيلات لله. وبخير. الحمد الحمد لله، لله. والله الحمد لله. كاينين حتى هنا بزاف دراري مغاربه هنا، والله الحمد لله ما شاء الله. ما كانش فرق، انا علاش غنحرقوا حنايا؟ ما كانش نخليهم فرق. مثلا دوك كيفاش يقولوا دوك واحد ملحد مثلا، ولا مغربي سوا مغربي سوا جزائري، يحرق العالم اللي ماشي ديالو باش تنوض الفتنه. صح علاش حنايا هذا الشيء؟ صح صح اش فهمتي؟ صح. يقول لك كيقول الخوت او الفكر 5 شواري، وي علاش ما نكونوش حنا عقليه؟ وبرافو عليك، عجبتني العقلية النظيفة اللي كاين. والمثل يقول بنادم ما يحكمش على كل شيء بمقياس واحد، باسكو لا الناس لا لا كامل لا، ماشي بحال بحال. راه كاينين في شي أي واحدين بلاد خدم شهم غاد تلقى فتنه إنسان مليح بين إنسان دول، ماشي مليح. كيكونوا ممولين من اسرائيل ولا من امريكان ولا من هذه، ميكروبات خاصهم هذوك. ضروري يديروا الفتنه بين يس الشباب. يس. والله ونحبنا احنا ما اجبين وبينك، انا اصلا غير الاخوه في الاسلام. الحمد لله ونعم الاسلام. منين انت؟ من المغرب؟ باش نحرق هذاك ولا نحرق هذا؟ منين انت؟ من المغرب؟ انا من الدار البيضاء، محمديه. اكثر محمديه. الله يبارك. جيت زرت المحمديه وزرت البحر تاعكم تما في المهم. قبل ما تبارك ما توصل، شاء الله. قبل ما شغلات توصل، قبل ما توصل البحر كاين واحد القنطره صغيره. صابرين هذا صابليت يس. مزيان. انت جيت جيتي الصيف العام اللي فات 3 فوا، انا نجي للمغرب. زرت المغرب 3 خطرات. تبارك الله. من فين كتجينا بلاصه؟ جيت لكازا، انا كنت في برنوسي وزرت المغرب كامل، المدن كامل تقريبا. كنتي في برنوسي؟ نعم. حنايا برنوسي. يا انت عجبك المغرب؟ رجاوي ولا ودادي؟ رجاوي. ريح كمار. رجاء الشعب اخويا. بارك الله عليا، الله يعطيك الصحة. ريح لا لا والله لا يعطيك الصحة، صدمتينا. شوف، هذه جبتها معايا من شفشاوي. مش شفشاوي هذيك، يلاه كنت عندك راس الماء. وهذا البراسلي تاع الراجل، فيها اللوغو تاع كنتي في الراجل. راس الماء. وهذا كاس ديال المغرب. تبارك الله عليك الخو. ما كانش يكره صاحبي والله. ما كان. شوف شوف، نقول لك حاجه، حنا خاوه خاوه، حنا عمرك خوت. عمرك ضايق شي من جيتي لهنا؟ عمرك ضايق شي؟ ضايقك شي واحد؟ والله ما سمعتك. ملي جيتي للمغرب عمرو ضايقك شي واحد؟ مو ضايقه، ضايقك زعما حرجك شي واحد هكا؟ شوف، حنا ما يقدرش يضايقك. علاش؟ هو اصلا بالوجه انا كتشوفني، ولا اي واحد تشوفه مغربي ولا جزائري، ما غاتفرقوش، ما تعرفوش الا وي وي بصح. الا في حاله انه كان هضر معاك. حنا ماشي كيما تهضر القول الواحد، معايا ولا نطق شي كلمة؟ وتقريبا حتى بعض الكلمات تشابه كبير، يعني ما يفرقوش بينات. ما صح. صعيبة بزاف باش يفرقوا بيناتنا، ولا باش يقول لك هذا مغربي ولا هذا جزائري. ما تفرقش بين، انا نهضر معاك درك، انا نهضر معاك بالمغربية، ما تفرقنيش باللي مغرب باللي جزائري. نقدر نقول لك واش دين انت دابا؟ عشت كيف بالتقارب تاع اللهجه ولا التقارب تاع الهضره؟ ايوا الحمد لله. والله يخلينا ديما هكا اول مره محببين. ندخل، اول مره ندخل لهاد سميتو، هاد سميتو كيقولوا لي ازارد. راك زيرو جا، ما جا من عندي انا الاولى. هاك انا اخوك هاك. الله يا الخاوه ديالي. مراكش. سلام. لاباس؟ صافا. مراكش كاش طنجيه؟ ما كاينش دابا، ما كاين والو.
ما بيتشي تنجية لحفظك يا سيدي، أو الله بيتشي تنجية. دابا ما كاين لا تنجية لا والو، الحجر الصحي. آه سيدي، علاش هاد الشي؟ صافا خويا، كلشي مزيان. الحمد لله خويا. عليك واش مبروكة. الله يسلمك خويا، وتحية خوتنا المغاربة وناس مراكش، وأنا زرت مراكش، تحية لكم كبيرة واه خويا. صحيت، واه الله بارك يسلمك. الله فيك. Where are you from؟ Where are you from؟ السلام عليكم برادر، واش راه نقول لكم؟ صافا الحمد لله. الجيريا ياه؟ الحمد لله. خو مغربي بحال جزائري، بحال الجيريان، بحال جزائري، بحال مغربي، بحال الجيريان، بحال بحال. ماشي ديال الله خويا. عايش في لندن؟ عايش اخويا في لندن. الله يكمل لك هيا بالخير خويا. اخويا. خبيزه عايش هنا ونقلب على الخبزه. خويا سقسيك واحد السؤال، جاوبني بصراحة. جاوب خويا، قول اخويا قول. اش كتشوف واش بيقول هذا؟ قول. شوف، لو كان نعطيك الدرابو هذا ونعطيك 1000 دولار، لو كان تحارب نعطيك 1000 دولار. ايوا هاد الدرابو، لو كان تحارب نعطيك 1000 دولار. درابو شبيه درابو. لو كان تحارب نعطيك 1000 دولار. لا يا خويا ما نحرقوش، انا نحرقو، انا ماشي مسحوط الوالدين باش نحرق انا الدرابو ديال الشعب. واش انت علاش؟ مريض في عقلك انت؟ لا علاش؟ لا لا، يمكن راك مريض شويه ولا كشيش معايا. ايوا لا فامي، كيما شفتي معنا لا فيديو الاخراني هذاك، سبني صراحه، سبني وبدا يدافع على الجزائر والسبان، وسمعت ما سمعت. بعد قلت له بلي تجربه وفهمته باش فهمني واستعقل وفهمني، قال لي بلي صحابي الجزائريين وعايشين معايا وانا عايش معاهم، قال لي المهم حكى لي بزاف دي زيستوار، اصحابه بزاف جزائريين وتعاشر معاهم، المهم عاش معاهم بزاف. فريمون سي حاجه فريمون شابه بزاف. وهذا الميساج اللي حبيت نوصله لكم، باللي حنا خاوه خاوه ونبقاو ديما خاوه خاوه. الدوبه بالالكتروني، الناس بقاو يهضروا، يحبوا يديروا المشاكل، يحبوا يديروا الفتن، ما يقدروش يفرقوا حاجه اسمها ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. الناس الواعيه، جينيراسيون جديده، الناس المثقفه، الناس اللي عارفين، وسيرتو الناس اللي في الغربه اللي عايشوا معاهم واللي عايشين وتعاشروا مع بعضهم البعض، اكثريتهم ما كانش مغربي وما كانش جزائري، عايش في الغربه ما عندوش صديق جزائري ولا مغربي. مستحيل من مستحيلات السبعه، هذه شو مستحيلات السبعه يعني. ونبقاو ديما خاوه خاوه، وهذا هو الميساج اللي حبيت نوصله. وان شاء الله راح يكون فيها فيديو واحد اخر، نطلب من الجزائريين العكس، انهم باش يحرقوا العالم المغربي، ونشوفوا ردة فعل تاعهم، ونشوفوا كلامهم، ونسمعوا كلامهم كيفاش راح يكون وكيفاش راح يقولوا. وما تنساوش بارطاجيو هاد لا فيديو وطلقوا هاد لا فيديو، نحبكم بالبارطاج، نحب هاد لا فيديو نوصلوا 10000 لايك بقوة لا فامي، باسكو فيديو يستاهل، وفيديو فيه ميساج الشباب. وان شاء الله اذا عجبكم دي فيديو كيما كان، كملكم دوكم دي فيديو هكا، نتحاوروا مع الناس، نسقسوهم بزاف اشياء، وعلاش لا مع مرور الوقت دي ماتريال وكذا نخرج لبرا ونسقسيو الناس، ودي بلاسمون لبرا تكون حاجه فريمون شابه، فريمون طوب بزاف، حاجه فريمون مليحه انك تحتك مع الناس وتهضر مع الناس مباشره، وتشوف العقليه تاع الناس، تشوف تاع الجينيراسيون الجديده، بلي الناس واعيه وشباب واعي وشباب عارف واش كاين. سي فريمون حاجه كيما نقولوا تثلج الصدر، والانسان يريح ويرتاح كي يسمع هضره كيما هكا، والاخوه والمحبه اللي كاينه حاجه اللي فريمون جميله بزاف. وربي دائما ان شاء الله يجمعنا لساعات الخير، ويوحد بيناتنا، ويقوي ديننا، ويقوي ايماننا، باش نبقاو شادين في بعضنا البعض كاملين. باسكو عند ربي سبحانه يوم غدوه ما راحش يقول لك انت مغربي تحاسبك، انت جزائري تحاسبك، انت كذا تحاسبك، راح يحاسبك على دينك، على صلاتك، على عباداتك، على افعالك، على واش درت في جارك، واش درت في خوك، واش درت في عمك، درت كذا، على افعالك فقط. ما راحش تحاسب على لونك، على شكلك، على ثروتك، راح تحاسب على افعالك، اعمالك اللي درتها، لا اكثر ولا اقل. لا فرق ما بين عجمي وعربي الا بالتقوى، لا اكثر ولا اقل. نقطه ورجع سطر، ما كاش فرق بيناتنا كاملين من امه محمد صلى الله عليه وسلم، لا اكثر ولا اقل. وجيسبر الناس يفهموا الميساج، ميساج صراحه فيديو استمتعت به، وتحاورت مع كيما نقولوا ناس اللي ما شاء الله، وتقريبا انا نظر يعني ما استعملتوش بزاف يعني، هذه كيما نقولوا يعني استاليتو يعني، هذه ثلاث مرات نستعملو، استعملتوش بزاف. وهذه فريمون انا استايلتو اصلا باش ندير بيه تجربه كيما هكا، وفريمون ان شاء الله تكون عجبتكم، ويكون عجبكم لا فيديو واستمتعتوا بالفيديو. تحيه لكم كبيره فريمون، شكرا 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 بزاف على ميساجاتكم، على تفاعلاتكم، وتحيه لاي واحد يحبنا ويقدرنا ويحترمنا، ونكونوا له كل الاحترام والتقدير والريسبي. وكالعاده شعارنا ما كاين غير الحب، وديما الحب، وديما متحابين.
وكما قال الشاعر تبضضوا تحبوا. يلا نحبكم بزاف، تحية لكم كبيرة، السلام عليكم. ما تنساوش حقا تروحوا للانستغرام تاعي، ابوني في الانستغرام خليفة هلال مرحبا، باسكو في الانستغرام حنا نولي ندير لكم دي ستوري وتختاروا موضوع، وهذا الموضوع نولي نديروا فيه في الازرد ونطرحه على الناس ونشوفوا اراء تاع الناس. المهم نحبكم بزاف وما كاين غير الحب، السلام عليكم.